السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني كديرين، لاباس عليكم بخير. دابا كتسألوا انا فين. انا جيت هنا كاينه في المطار، كنتسنى راجلي، كاينه في البارك ديال المطار. دابا كي تشوفوا معايا جينا من بعد غير 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 خلصنا العشاء، وكنا قاعدين كنشربوا اتاي، تفكرنا الاقامه ديالي بانها خلصت، خاصني نجدد الاقامه، يعني خلصت لي البارح 16 في الشهر، وقلت خاصني تفكرناها ونسيناها، كنا ناسيينها. مني قلبت لقيت انها راه مخلصه، خاصني نجددها. دخلنا على النظام ديال ابشر، بغينا نجددوها، وكتجددها غير في النظام في الكمبيوتر، كتخلص وكتجددها. دخلنا بغينا نديرو عامين، دفعنا حنا خلصنا وجينا باش نصوبوا سميتهم البيانات. بغينا ندخلو عامين، لقيناهم حاطين لنا غير سنه واحده، وعاده انا كنت كندير عامين، يعني ما كنديرش سنه واحده، كندير كل عامين عامين او 4 سنين. المره الاولى جيت درت 4 سنين، خلصت 4 سنين ب 2000 ريال سعوديه. والعام الثاني درت عامين، هذا العام هذا بغيت نجدد باش ندير عامين واحده اخرى، لقيتهم حاطين لي غير سنه واحده، يعني عندي الحق نجدد غير كل سنه. واستغربنا صراحه، قلت بلاتي بلاتي، وقف ما غاديش نجدد، خاصنا نعرف ونسولو بعدا شنو هو المشكل اللي كاين، واش تغير شي حاجه في النظام ولا شنو كاين. داكشي علاش جينا هنايا. الجوازات في المطار هنا ما كيغلقوش، نسولو عندهم. اما الاداره الكبيره كي مسدوده طبعا، كيساليو الدوامات مع 4 ديال العشيه، حنا دابا راه 10 ديال الليل. هذه قلت يلا نمشيو لعندهم المطار ونشوفو اشنو هي اشنو الوضع. صافي، وكنتسنى في راجلي خدا الاقامه وجواز السفر، نشوف شنو هو ونقول لكم اشنو كاين اجراءات جديده. هادشي اللي كيخليني انا كنعرف الاجراءات الجديده هو انني كنطيح في الموقف وكنمشي كنتسول، ماشي غير حطيت سنه وصافي. كان بامكاني ندفع سنه وصافي ونبينا عليه الصلاه والسلام ونبقى بلا ما نسول، ولكني عزيز عليا نعرف المعلومه وناخذ المعلومه، ما نبقاش هكا كاينه غير كيقول لك في دار غفلون. وعلى فكره البنات بزاف اللي تيقول لك حنايا في النظام حاطيننا مع المكفولين، يعني مع الخادمات، ولا النظام تغير ما بقاش هذاك النظام. فعلا في الاول كانت زوجة المواطن في مع المكفولين، الان لا، الان صارت مع التابعين. انا غادي ندخل على النظام وغنصور لكم فين يعني تغير في النظام، ما بقاش المكفولين لحالهم، يعني السواق والشغاله لحالهم، ولكني زوجة المواطن كاينه مع هادو، كاينه مع التابعين، مع الاطفال، يعني مع التابعين ديال الزوج، يعني الزوجه والاطفال، ماشي مع المكفولين. هذه نقطه، لانه كان بزاف عليها ديال الهضره، وكان بزاف ديال الناس، يعني حتى انهم كانوا جابوها في برنامج التامينه السنه اللي فاتت، كانوا كيتكلموا عليها بزاف، باش ما تكونش الزوجه او زوج السعودي الاجنبي اللي متزوج سعوديه، والاجنبي اللي متزوج سعودي، يعني زوج المواطن، زوجة المواطن وزوج المواطنه، كانوا كيتحطوا في خانه المكفولين. الان هذيك الساعات كان نض عليها شويه ديال الضجه وفي الاعلام وهكا، ولكن السنه هذه تغير في النظام، تغيرت في النظام، صاروا من التابعين، يعني ماشي مع المكفولين. هذه غير بين قوسين باش نوضحها لبعض البنات هنايا في السعوديه، اللي عندهم هذيك الفكره، ولا اللي من غير السعوديه عندهم فكره اننا حنا محطوطين في خانه ديال، مع احترامي طبعا المكفولين، السواق والشغاله تاعهم، هذو راهم ناس خدامين بعرق كتافهم، ماشي انتقاص منهم اننا نكونوا معاهم، لا ماشي انتقاص منهم، ولكن غير هويا كنظام، يعني كنظام خاصو الزوجه تكون من التابعين، ما تكونش في نظام المكفولين. وهذا الشيء اللي انا غنتسنى اول ما يجي نقول لكم شنو كاين، وشنو هو الاجراء اللي علاش هما
علاش ما كاينش سنتين، يمكن كاين شي خطا عندي انايا في البيانات او شيء، لانه مره كان عندي خطا في جواز السفر، كان ما تحددتش، كنت تغيرت جواز السفر ديالي وما تحددتش البيانات في نظام ابشر وحددتها. ما عرفتش، يمكن يكون نفس الحاله دابا، يمكن ما تحددتش بيانات ما محددتهاش او شي حاجه. غنشوف شنو كاين وغادي نرجع نقول لكم اشنو. نتسنى غير يجي دابا. وهادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين اليوم. غير بغيت نشارك معكم، يعني كنبغي نشارك معكم بعض التفاصيل اللي كتهم خاصه بحال هكا، هاد التفاصيل ديال الاقامه، ديال الزياره، ديال هذا، كنبغي نشاركها مع البنات في اللي في الرياض، اللي في السعوديه، البنات المغربيات او لا الجزائريات اللي في السعوديه، لانها كتهمهم. هذاك الشيء علاش نشاركها معاكم. اسفه، راه كان مره كنتلفت كنشوف شكون اللي ورايا، كنلقى راها واقفه فوق راسي. يلا اجلسي عند اخوك. وهذا مكان، انا غادي نتسنى تيجي وغادي نقول لكم شنو كاين. انا البنات رجعت معاكم، كي قلت لكم كنتسنى راجلي يجي باش نعرف شنو هو كاين، شنو الموضوع. يمكن النظام انا على ما فهمت ما لقيت حتى شي جواب لداخل، ولكن قالوا يمكن النظام هو صار بحال هكا، انه تحت انه التجديد يكون سنوي، يعني التجديد ديال الاقامه يكون سنوي. هي البطاقه كتبقى دائمه، هي دائمه اصلا، غير التجديد كتبقى تجدد في النظام، كتدفع ديك 500 ريال وصافي وكيجددوها لك، ما كتغير لا بطاقه لا والو، هي كتبقى دائمه، هي كتسمى اقامه دائمه، مع انك تجدد كل سنه كتدفع ديك 500 ريال وفقط. هذا هذا هادشي اللي كاين، شي اللي قال لي. انا بقول فعلا رحت المكتب ونفس النتيجه، نفس النتيجه، قالوا لي سنه كامله ولكن البطاقه ما تتغير، هي البطاقه هي واحده، وما حتى المكتوب ما توقع مكتوب فيها تاريخ انتهاء، صح ولا لا؟ لا ما فيهاش تاريخ انتهاء، ما فيها تاريخ انتهاء. فقالوا لي سنة كاملة، ما عندنا مشكلة، سنة كاملة نجددها سنويا. وعلى فكرة يعني الإنسان قاعد أساس، يعني عشان ما ينسى يحط في الرصيد، مثلا 500 ريال أو 1000 ريال أو حاجة، ويخليها وينساها. في وقت التجديد ما يحتاج إنه يشحن رصيد أو حاجة، يكون موجود هو عنده. موجود في الرصيد. يعني حتى إذا كان في مبالغ زائدة ممكن استرجاعها، فيها خيار ثاني في البنك، تدخل على البنك وفي استرجاع مبالغ اذا احتجته، اذا الواحد احتاج يسترجعها، ومن المستحسن انها تجلس في الكراسي. أيوة، يعني زي رصيد الجوال او شيء. تبقى لك رصيد اذا بغيتي تسافر، كتدفعها خروج وعوده، اذا بغيتي يعني هكا كتبقى في الجوازات، اذا بغيتي مثلا استقدام ديال عامله منزليه ولا شي حاجه كتكمل بها التاشيره. أيوة، يعني كتبقى لك في الرصيد. ايوه، هما سووا جوازات الله يجزاهم خير، يعني باب النقطة انما الرجال قوامون على النساء، عشان كذا ما واحدة ما تهرب، يحطها كل سنة، سنة كاملة ويتحكم فيها سنة كاملة. فهم اتوقع عندهم يعني نظرة خاصة فيهم الحكومة. ما كنت وحدة كتهرب من دار العرس. اي من دار العرس. فقالوا حتى سنة كاملة. كل سنة تجديد، اقول عشان ما يحبسها اصلا. ايه لا، عشان ما يحبسها كل سنه تجدد، واذا ما بغت تقعد تقول له يلا انا ابغى اروح لبيتنا. ايوه هذه. لا هم سنه كامله تجي، بس انتبهوا في نقطه قبل الانتهاء بثلاث ايام. ثلاث ايام ايوه لازم تجدد، اذا تجاوزت المده هذه، اذا تجاوزت يومين ثلاث ايام بعد تاريخ الانتهاء، كتدفع غرامه 500 تعادل هذيك، يعني عوض ما كنت تدفع 500 كتدفع 1000 ريال عوض ال 500، هذيك كتسمى غرامه كتمشي. صافي، هادشي اللي كاين البنات. انا عطيتكم المعلومه، ولكن مازال غادي نسول، كيف قلت لكم انا عزيز علي نوصل المعلومه كامله مضبوطه. ان شاء الله غدا، مازال غادي، انا جددت دابا، جددت درت سنه
وكي كتعرفوا راه ما كاينش البطاقه ما مكتوبش فيها تاريخ انتهاء، يعني هي كتعتبر انها اقامه دائمه، ولكن تجديدها يعني للدفع الفلوس كنخلصوا هذيك 500 سنويا. ولكن مازال غادي نسول على هذه المساله هذه ان شاء الله غدا او بعد غدا، زوج ديالي يمشي للجوازات ويسول المكتب الجوازات ونعطيكم المعلومه الصحيحه 100% في شي فيديو اخر. هما اش قالوا العام او قبل العام قالوا راح تسلم الجوازات، قالوا لي حتى تبغى 5 سنوات تاخذ كنا سوينا 4 سنوات. ايوه 4 سنوات تدفع قيمتها كامله وتبغى الجواز. ايوه سويناها ما عندك مشكله، بس اي بس احنا سويناها الليله عشان تفاديا للمخالفه. اي لانه إيه تفاديا للمخالفه فقط، تفاديا للمخالفه، والا كنا قعدنا لين سالنا لين سالنا ولكن تفاديا للمخالفه عشان ما يعطونا مخالفه فقط. لانه تاخرنا احنا كنا نسينا الموضوع نسينا الموضوع لين دورت لين بعثوا لنا هم رساله، بعثوا رساله انه هذه بطاقه الاقامه انتهت مده الصلاحيه حقتها، بعثوا لي الرساله امس وهي امس منتهيه امس 16 ربيع الثاني. ايوه فالتفادي واليوم 17 تفادي الغرامات، تفادي للغرامه دفعنا ال 500 وخلاص. وبعدين نسال عن الموضوع هذا حق يعني هل ممكن ندفع سنتين 4 سنوات عشان الواحد يرتاح، مو كل سنه منتهيه وقاعد يدفع. اي بس انا اتوقع انه اذا عندما تسجل خلاص سجلنا سنه لازم يا في خيارين، يا اما نتنازل عن المبالغ اللي دفعناها ويعيدوا من جديد، او اننا ننتظر نهايه السنه ونبدا من جديد. ونبدا من جديد. ايوه. صح. يعني هذا هو الخيارين، هذيك المره رحت لهم فقالوا لي يا عندك خيارين، يا اما انك تتنازل عن المبلغ هذا اللي دفعته ونبدا من جديد ونحسب من جديد، او انك ايش تنتظر نهايه السنه وتبدا من جديد. تدفع اللي تبغاه. طيب والبنات اللي هم هنا في السعوديه وعندهم نفس يعني عند زوجات مواطنين وعندهم هذه، اذا عندهم شي معلومه يفيدوني بها في التعليقات، اذا عندكم شي معلومه ولا عندكم طريقه كيف كتجددوا الاقامات. انا كنت كنجدد 4 سنوات او سنتين، يعني هذا اللي ما عرفت سنه، لقيت في الخيارات انه موجود سنه. اذا عندكم شي معلومه خلوها لي في التعليقات. وصافي احنا راجعين دابا للدار ان شاء الله. الاجواء حلوه في الليل، الرياض جميل جدا في الليل، وخاصه إيه صح. اليوم اتوقع انه اليوم 17 ربيع ثاني وشنو في منتصف الليل، يعني حلو يعني القمره، والرياض جميل جدا في الليل صراحه، جميل جدا في الليل. انا لو ما عندي خدمه بكره كان سهرنا الليله، يعني ما كان حلو، ولكن الواحد بكره خدمه والناس لازم ننعسوا. اي صح بكره دوامات. ايه خلاص ان شاء الله نوصلوا للدار ونكلوا. بقاو لي الماء عندي العشاء باقي ما غسلتهمش لاني خرجت خليتهم وخرجت، وخاصني نرجع نغسلهم نجمع الكوزينه كيف ما العاده، عاد ونعس الوليدات، وكتعرفوا الروتين المسائي ضروري في الليل.